أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. وعن المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القائل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا فتنة في الأرض وفساد كبير. الأخوة الحضور، أهلا وسهلا بالجميع. الأخوة آل خليل المحترمين، آل أبو أحمد، أهلا وسهلا بالجميع. بالنيابة عن نفسي وعن آل غفري، بكل فخر واعتزاز نتشرف بنسب آل خليل، وهذا شرف لنا. فلا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نبارك للعريسين أو العروسين، الأخ عوض صابر جراد على شذا صاحبة الصون والعفاف على سنة الله ورسوله. فبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نبارك لهما ونقول لهما ألف مبروك وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الكريم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال أيضا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الأخ أبو رامي وأقربائه الحضور جميعا، باسم أبو أحمد وباسم دار خليل نرحب بكم جميعا ونقول لكم ألف مبروك. وبما أنه ابنكم صاحب أدب وصاحب خلق نقول ألف مبروك، ونقول كما قال المصطفى: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير إن شاء الله. وعلى نية القبول الفاتحة. ألف مبروك يا أخي. جينا نهني ونغني للغالي عريس الزين، جينا دار الأكارم والفرحة زي الليجبين، قاطعنا جبال وويديا وبواد وقورا وسهول، والفينا عز الخيل لانتا نطلب بنت الأصول، ايه وها هي يا يمة ويا يمة تباهي، وبعرس الغالي زغريدي وهاهي، ها هي يا يمة على العريس معدن الطيب عملي نفيسي، كلها طيب وحنية وعنها ما في بدايل، ايها هي يا يما على العروسة، شمعة فارسنا ولها الفانوسة، ها هي يا يما على النشمية يلي بواصفها كنا حورية، بدنا الليل نشيلها
حارسنا